المنافسه داخل الماء شيء ممتع، المنافسه في السباحه والسرعات والتحملات شيء ممتع، الغطس ايضا والحركات الاكروباتيه شيء ممتع، ولكن السباحه التوقيعيه او السباحه الايقاعيه التي تمتلك كل الفنون سواء كانت فنون جمباز او سباحه موجوده في السباحه التوقيعيه. عشان كده النهارده كلامنا اكتر عن السباحه التوقيعيه ومنتخب مصر اللي هيشارك ان شاء الله في باريس 2024. عشان كده معانا الكابتن ياسمين لطيف المدير الفني لمنتخب مصر للسباحه التوقيعيه. ازيك يا كابتن؟ تمام الحمد لله. الموضوع صعب صح؟ صعب. هو السباحه عامه صعبه. ايوه، العاب الارقام دايما او الزمن بتكون صعبه جدا، واحنا في تاريخنا في السباحه عامه او في السباحه اللي هي الرقميه سواء سبرنت او شورت كورس او لونج، الموضوع بيبقى صعب عندنا شويه جدا. هي الالعاب الفرديه المنافسه فيها كمان بتبقى صعبه قوي، فهي السباحه صعبه صعبه. بس في حاجه بقى، يعني انا دلوقتي بلعب لعبه الزمن بتاعي هو اللي بيحدد لي الميداليه، بيحدد لي المركز بتاعي، انما لعبتكم التقدير البشري هو او العين او الاعجاب هو اللي بيدي الميداليه صح؟ بص، هو دلوقتي انا دخلت في حته التحكيميه على طول. ايوه. هو فعلا ناس كتير قوي كانت يعني بتبقى عامله كويس قوي، وبعدين اللي هي بينج اوبجكتيف ما كانش بيطلع النتيجه زي ما الناس شايفه. تمام، تعال ناخدها بالراحه كده الاول. ماشي. احنا دلوقتي الفريق، انا اتكلم على السباحه التوقيعيه، الفريق كله جوه الميه. حلو، تمام. هتكلم حته التحكيميه عشان نرجع للحته الفنيه بعد كده. انا عندي كام حكم بيقيم الحركات ودرجات الصعوبه والحركات الاساسيه والشكل الجمالي والتناغم مع الموسيقى، كام حكم موجود عندي؟ بص، الحكام في 5. تمام، قصدي سوري، في 15. كل 5 مسؤولين عن حاجه، اللي بيعمل ارتستيك وبيعمل الديفيكولتي واللي بيعمل نسيت درجات الصعوبه طبعا. أيوة. دي واللي بيعمل درجات الصعوبه والحاجات دي. لكن دلوقتي في القانون الجديد، عشان القانون اتغير من ساعه طوكيو، القانون الجديد ده طبعا هو تعدل على مراحل. تمام. وكل بطوله لما بيلاقوا ان الموضوع مش احسن حاجه بيبتدوا تاني يجددوا او يعدلوا فيه. تمام. فظهر لنا حاجة اسمها كنترولر، تكنيكال كنترولرز. تمام. التكنيكال كنترولرز دول بيبقى معاهم حاجة اسمها كوتش كارد، المدرب بقى يكتب الرقصة بتاعته أو الجملة بتاعته مكتوبة في ورقة بدرجة الصعوبة. هو هيعمل إيه بالظبط، وبقى في رولز، يعني بيقول لك أنت دلوقتي علشان تعمل الفريق الحر اللي هو التيم العادي لازم تعمل 7 هايبريدز، يعني كل الفرق لازم تعمل 7 هايبرز. الهايبرز هو اللي بالرجلين. فكل الفرق المشاركه بتعمل 7، مفيش حد بيعمل مفيش اقل، مفيش حد بيغير. انت لو عملت اقل بنالتي زيرو. لكن الحركات اللي في الـ7 مختلفه. تمام، وبيني وبين كل بلد مختلفه. تمام، فانت بتكتب انا عملت 7، عملت 4 شيلات، بتدي تكتب درجه صعوبه كل حاجه فيهم، وتكتب بقى انا هنا عملت درجه صعوبه كذا وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا. تمام.